رمضان راجع. امتحان التفسير النهارده كان سهل ولا كان صعب؟ حلو شويه يعني، نقول في مستوى الطالب المتوسط. تمام. كان في كام نقطه صعبه تقريبا في الامتحان؟ السؤال الاخير في كام تريك كده شويه. الوقت كان مناسب؟ مناسب جدا. امتحان الانجليزي هتستعدله ازاي؟ ده بقى ربنا معانا فيه. اللغه دايما بتكون صعبه بالنسبه للطالب الازهري ولا انت شايف لا في حاجات وحاجات؟ تمام. انس خالد، انس امتحان التفسير كان سهل ولا كان صعب؟ كان سهل، كان في مستوى الطالب المتوسط يعني. تمام. المقالي كان كويس؟ كان كويس، كان امتحان سهل. تمام. يعني نقول في مستوى الطالب المتوسط ولا اقل؟ لا في مستوى الطالب المتوسط. في كان نقاط صعبه؟ في كام تريكه بس كده. الوقت كان مناسب؟ كان مناسب. هتساعد ازاي الامتحان الانجليزي؟ الله يعيننا عليه بقى. انت دايما الازهريين بيبقى الانجليزي بيبقى بالنسبه لهم صعب صح؟ لان هو في كم معلومات كبير قوي. عملت ايه في امتحان التفسير؟ والحمد لله كان حلو يعني، بس كان في شويه تريكات تقيله شويه. في كام تريكات تقريبا في الامتحان؟ تمام ماشي. الوقت كان مناسب لل التفسير؟ الوقت كان مناسب الحمد لله. تمام. انت عندك امتحان جاي تاريخ؟ بتقول الامتحان صعب. تاريخ؟ بتقول الامتحان صعب وكافي. تمام. هتساعدله ازاي بقى؟ هتساعدله ازاي؟ هقوم اذاكر اشوف اللي ورايا كده. ربنا معاك. امتحان الانجليزي وامتحان اللغه الثانيه هتساعدله ازاي؟ هو دايما اللغه بتبقى صعبه بالنسبه للطالب الازهري؟ مش قوي. VK